خلينا نروح للمصارعه. المصارعه عندنا ثلاث مصارعين للاسف لم يوفقوا النهارده في المنافسات. عندنا حمزه ومنيع وفهمي خرجوا النهارده الثلاثه من دور ال 16. الغريب ان الثلاث لعيبه خسروا قدام لعيبه منتخب روسيا. انتوا عارفين ما بيلعبوش تحت اسم روسيا لان روسيا موقوفه، بس بيلعبوا اللجنه الاولمبيه الدوليه عشان يديهم عشان يديهم الحق ان هم يمارسوا الرياضه يعني، او يمارسوا النشاط الرياضي يعني. بس خسروا للاسف الثلاثه. وبعدين لعيبه روسيا ما خسروش او ما كملوش المشوار للنهائي، خسروا، فكده ما لناش حق نخش دور الترضيه. الغريبه ان الثلاثه حصل معاهم كده. بس مصر لسه عندها امل، لسه في خمس مصارعين هيشاركوا في الاولمبيات، ونتمنى ان حد فيهم يحقق ميداليه. احنا طبعا نفسنا ميداليه ذهب. ليه ميداليه ذهب؟ احنا ترتيبنا تقريبا دلوقتي 68 على ما اعتقد يعني. الكلام ده كان النهارده الصبح، ما اعرفش بعد نهايه المنافسات النهارده الوضع كان ايه. ليه احنا في 68 بعيد قوي كده؟ عشان احنا عندنا اثنين برونز. هو بيعمل ايه في الجدول؟ بيرتب الذهب الاول. كل اللي خد ان شاء الله ميداليه ذهبيه واحده وخدت 100 برونز، انت في الميداليه الذهبيه الواحده دي بتتحط في الاول. يعني ميداليه ذهبيه اتقل من 1000 ميداليه فضيه وبرونزيه. بعد ما بيخلص اللي واخدين ذهب يخش على اللي واخدين فضه بس يرتبه. يعني الذهب وزنها كبير، او ميداليه واحده هتدخلك هتنططك مثلا بتاع 30 40 دوله. فنتمنى ان احنا بس نمسك في ايدينا ميداليه ذهب. المصارعين بتوعنا عندنا امل، عندنا امل في الكاراتيه. جيانا فاروق طبعا بطله العالم 11 مره ولازم نستغلها. ليه؟ لان دي اخر مره هيشارك فيها الكاراتيه للاسف في الاولمبياد. عندنا الدوره اللي جايه واللي بعديها الكاراتيه مش هيشارك، فلازم ان شاء الله كل التوفيق لجيانا. كانت معانا وكانت نفسها طبعا تختتم مشوارها بالميداليه الاولمبيه، ان شاء الله احنا واثقين فيها باذن الله. وخماس الحديث خليني اقول لكم برضو عندنا مجموعه من اللاعبين جيدين، نتمنى ليهم كل التوفيق. لسه فاضل خمس او ست ايام، سبع ايام تقريبا على المنافسات. يا رب نمسك ميداليه ذهبيه.